السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نكمل في شابتر 8. هاي أول محاضرة في شابتر 8 اللي هو Magnetic Forces, Materials and Devices. راح نحكي الآن على Force due to Magnetic Field. الآن أنت عندك Current Loop, Current Surface Current, Current ماشي بفوليوم. موجود جوا ماجنتيك فيلد, موجود جوا ماجنتيك فيلد, بدنا نوجد الماجنتيك فورس عليها. الماجنتيك فورس احنا درسناها زمان بتساوي كيو يو كروس بي, والالكتريك فورس طلعناها وهي علاقه اللورانس فورس كنوع من المراجعه. الفورس اون كرنت اليمنت, لو كان عندي انا لاين كرنت اليمنت موجود بماجنتيك فيلد, هاي هي علاقه الفورس عليها. اذا الفورس على line current element, على line current ماشي في تيار I بتساوي تكامل cross close line integral لل current لل line current element cross B اللي هو magnetic field magnetic flux intensity. إذا كان عندي surface current بيكون وموجود في magnetic field, يعني surface current يعني في surface معين عليه surface current density موجود في magnetic fields, هاي هي علاقة الفورس. إذا كان volume current في J بيكون هاي هي علاقة magnetic force. هذا الحكي حكينا. لاحظ أنت عندك إذا كان arbitrary shape هون, يعني زي كأنه closed line, closed line موجود بuniform B. شو معنى uniform B؟ معناها ما بتغير مع الزمن وثابت. ثابت ما بتغير البي, راح تلاحظ انت الان انه بدك توجد الماجنتيك فورس على التيار اللي ماشي في هذا الكلوز كونتور اللي موجود جوا يونيفورم بي. يعني شو يعني يونيفورم بي؟ معناها بقدر اطلعه برا التكامل, يعني ثابت بقدر اطلعه برا التكامل. راح تلاحظ انه بيساوي زيرو. Net force on any current loop in a uniform B. الشرط يكون uniform B is zero. There is no translation, يعني معناها ما بتحرك اللوب. Loop will not move. يعني طبعا هذا الحكي انت راح تشوف بعدين يعني بالمستقبل بخلال قوانين فاراداي كيف لما بتحرك اللوب. نتيجة التورك اللي بتولد من non-uniform magnetic flux intensity. ولكن احنا الان عندنا uniform B. وبالتالي النت فورس, طبعا النو فورس الماجنتيك فورس اون اني كرنت لوب از زيرو. طبعا هذا هيو مبين عندك, يعني طبعا هذا جزء من واير, موجود جوا ماجنتيك فيلد, مارق بالواير هذا تيار اي, هي الماجنتيك فورس قانونها, يعني طبعا من A ل B هو ال L. لاحظوا ال L هات, يعني شو ما كان يكون شكل الباث, ال L هي ثابتة. ال L كيونت فيكتور هي من وين لوين, يعني من A إلى B اللي هي الديستانس فيكتور. نجي الآن على المثال اللي حيوضح لنا كل شيء. هذا المثال راح يوضح لنا كل شيء. Force on a semi circular conductor. الآن شايفين هذا اللي هون السيمي سيركولر, يعني هي من هون لهون سلك مطعود لعند هون سيمي سيركولر ولكن مغلق ماشي في تيار I. موجود هذا اللوب جوا ماجنتيك فيلد انتنسيتي, ماجنتيك فلكس انتنسيتي موجود جوا B, أوجد الفورس على إما التيار اللي ماشي في هذا الجزء من السلك أو الفورس على هذا الجزء من السلك. طبعا اكيد الماجنتيك فورس اللي على هاي وعلى هاي لازم يساوي زيرو لانه مغلق في يونيفورم بي. يعني افرض اجاك سؤال بالامتحان انت طلب منك تطلع الماجنتيك فورس على هذا الجزء, ما اعرف الصعب, طلعه على هاي بيكون سالب. هاي مهمة جدا جدا وترك بالامتحان, بجوز نجيب لك احنا جزء صعب كثير 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 ما تعرف تحله, طلع الجزء الثاني راح يكون الجزء الاول هو سالب الجزء الثاني.
خلينا نوجد الفورس على هذا الجزء اللي هون، الفورس على هذا الجزء اللي هون حسب القانون. هي القانون سوري هذا هو القانون كلوز بيساوي اي دي ال كروس بي، اي دي ال كروس بي هي القانون. او هون يعني طبعا انت لما تعكس هاي تحطها هون وهاي هون بدها تكون سالبه، يعني هي يعني اللي هي تكامل، تكامل انت لما تكامل هي. طيب شو الاي؟ الاي ثابته بنطلعها برا التكامل. ال ال طبعا دي ال الان بنحط دي ال دي ال هي دي ال. طبعا ليش هاي سالبه؟ لاحظوا انا امكاني اكون اقول تكامل اي دي ال كروس بي اللي بيساوي ماينس، لاحظوا ما هي A كروس B مش بيساوي ماينس B كروس A. هي اذا هاي الدي ال تبعتي، هاي الدي ال تبعتي الدي ال. ليش؟ لانه هو اصلا بتغير على الاكس، صح ولا لا؟ بتغير على الاكس. شو الباقي الان؟ كروس ايش؟ كروس ايش؟ بي كروس بي، A كروس بي. شو البي تبعتي؟ بعطيك اياها بالسؤال. اذا هاي الدي ال، الدي ال تبعتي بتغير من هون لهون الاكس، هاد دي اكس وضرب كروس البي، هاي البي من وين لوين الاكس تبعتي؟ من سالب بي على اثنين، من سالب بي لبي، صح ولا لا؟ من سالب بي، ما هو من هون لهون بي، معناها من هون لهون بي، معناها شو النقطة هاي الاكس تبعتها؟ سالب بي لبي، بيطلع عندك هي الجواب. طبعا مشكلة الطلاب انه بيعرفوش يطلعوا لي كروس برودكت. الطلب الان توجد الفورس هون على هذا الجزء، الفورس هون شو بيساوي؟ البي نفسه يا اخوة، البي نفسه اللي هو التيرم الثاني، البي نفسه صح ولا لا؟ اللي هو واي هات بي نوت. طيب شو هو الدي ال تبعي؟ الدي ال هون، الدي ال هون، لاحظوا اللي بتغير هون هو الفاي. هون الفاي كانت قديش؟ قديش؟ يلا مين بتذكر؟ زيرو لباي، صح ولا لا؟ من زيرو لباي، هيها فاي هات بي دي فاي، صح ولا لا؟ هاي اذا الدي ال، الدي ال تبعتي لاحظوا اللي بتغير على هذا الكونتور اللي بتغير الفاي، صح ولا لا؟ من زيرو لحد باي. والبي قديش قيمتها؟ اللي هي الرو ثابته اللي هي بي. اذا فاي هات بي دي فاي. اوجد الكروس برودكت، راح تلاحظ انه هاي بتساوي سالب هاي. نو نت فورس. واضح؟ اذا في هذا الموضوع، في هذا الموضوع انا بدي اياك تعرف كيف تطلع الماجنتيك فورس على لاين، على على لاين في كرنت، على سيرفس في كرنت، على فوليوم في كرنت. هذا الحكي ان شاء الله راح اغطيكم اياه بالامثله بعدين. موضوع الماجنتيك تورك اللي يعني التورك اللي ناتج عن ماجنتيك فيل مش داخل معكم في العلامات، اذا هذا الموضوع ما راح اجيب عليه اسئله بالعلامات، ما راح اجيب عليه اسئله، ولكن راح نشرح لكم اياه بعدين، ولكن هو مش داخل معكم بالاسئله. الماجنتيك دايبول مش راح ندخله معاكم ايضا في قصه العلامات، نوع من التسهيل على الطلبه، ولكن راح نشرحه ان شاء الله في نهايه المساق او في محاضره الزوم. الماجنتيك دايبول زي الالكتريك دايبول، يعني مثل ما في عندك موجب وسالب، في عندك ايش؟ تو دايبولز بيكون بالماجنتيك فيلد. الماجنتيك ماتيريال بدي اياك تعرف الاشياء هاي اللي بحكي لك عنها بس، ما تتعمق كثير فيها. بدي اياك تعرف التالي بالماجنتيك ماتيريال، انه في مواد مغناطيسيه ومواد مش مغناطيسيه. بدي اياك تعرف شيء زي البولاريزيشن اسمه ماجنتايزيشن فيكتور، الام كابيتال، الام كابيتال اللي هي ماجنتايزيشن فيكتور بدي اياك تعرفها. وبدي اياك تعرف ايش اللي هي البيرمابيليتي، البيرمابيليتي بدي اياك تعرف انه الماده انه هو البي بتساوي ميو نوت افتح قوس اتش زائد الماجنتايزيشن، اللي هي كانت زي الدي بتساوي ابسلون نوت افتح قوس اي زائد بي. اذا الام اللي هي زي ايش؟ البي اللي هو الماجنتايزيشن. بدك تعرف هاي العلاقه، هاي بتعرفوها انتم، اللي هو الكيرل الاتش بيساوي جي، والجي اللي هي الفري كرنت دنسيتي اللي هي هاي ناتج اللي هي زي كأنها قانون امبير هون شايفينها هاي. وبدي اياك تعرف هاي العلاقه، بس بدي اياك تعرف هاي البي بيساوي ميو نوت اتش زائد ام، وبدي اياك تعرف هاي الرول علاقتين. هاي الام بيساوي السستيبيليتي،
الماجنتيك سسبنتيفيتي في اتش، بحيث انه البي بيساوي ميو في اتش. انا هاي بدي اعرفها، البي بيساوي ميو في اتش، لميو بيساوي ميو نوت ميو ار. اذا كان في عندك ماده مغناطيسيه بتكون في عندك ميو ار، اذا كانت فري سبيس بس ميو نوت، اما اذا كانت في ماده عندك مغناطيسيه لها خصائص مغناطيسيه بتكون في عندك ميو ار. زي قصه الابسلون بيساوي ابسلون نوت ابسلون ار، يعني الميو ار بيساوي 1 زائد كاي ام. الريليتيف بيرميابيليتي ايش اللي هي ميو ار؟ ميو ار الماتيريال السيد تو بي نون ماجنتيك اذا كانت كاي ام بيساوي 0 يعني ميو ار بيساوي 1. صح، هاي اللي بدي اياك تعرفه. وفي عندك انواع للماده، هاي انا ما بديش نتطرق لها، اللي هي الفيروماجنتيك ماتيريال والباراماجنتيك ماتيريال، ما بدنا نتطرق لها. بس انا بدي اياك تعرف انه البي بيساوي ميو في اتش، الميو بيساوي ميو نوت في ميو ار، واذا كانت الماده مغناطيسيه بتكون في القيمه للميو ار، اذا كانت الماده مش مغناطيسيه بتكون ميو ار بيساوي 1 مش 0. اللي بيساوي 0 كاي ام، كاي ام. بس هذا اللي بدي اياك تعرفه، هذا اللي بدي اياك تعرفه بس في هذا الموضوع. هذا الكلام ما بدي، يعني ما بدي اياك راح اعطيك امثله دقيقه على المطلوب منك. هذا اللي هون مش داخل معك في ماده الامتحان، فيروماجنتيك ماتيريال جروب، مش شغله صعبه. نوع من انواع المواد المغناطيسيه، بس مش مطلوبه منكم. هذا الهستريسيس لوب اللي هو العلاقه بين البي والاتش، هذا اقراوه لحالكم. رح نعطي المحاضره القادمه ان شاء الله عن الماجنتيك باوندري كونديشنز. الله يعطيكم العافيه.